قبل اي حاجه وقبل ما نتكلم عن ماتش الاهلي وبيراميدز لازم نتكلم على اليو ديانج. اليو ديانج بيغطي مساحه 2 لعيبه في وسط ملعب الاهلي، وبالتالي بيدي كميه راحه لفريقه وكميه امان للمدافعين غير طبيعيه. على سبيل المثال، والاهلي بيضغط على فريق بيراميدز في بدايه المباراه كان بمنتهى السهوله، تقدر تشوف ان اليو ديانج بيروح يضغط هو على الجناح اللي موجود ناحيه اليمين علشان يامن ايمن اشرف وما يخليش ايمن اشرف هو اللي يروح فيسيب مساحه كبيره وراه. هو بيروح يغطي في الحته دي، وفي نفس الوقت هو عارف كويس قوي ان لو اللعب اتنقل لوسط الملعب بسرعه عنده النفس وعنده القدره وعنده الطاقه اللي تخليه يقدر يرجع مره تانية. دايما هتلاقيه مغطي مساحه 2 لعيبه، فكان الاهلي بيلعب بلاعب اضافي يخلي المدافعين يرتاحوا ويخلي عدد الكثافه العدديه اللي موجوده داخل منطقه الجزاء في الاهلي اكبر بكتير. نقطه تانية مثلا على سبيل المثال، الاهلي هو متراجع في اي وقت من اوقات المباراه وبيبقى فريق بيراميدز بيحاول يهاجم، ما حصلتش كتير في ارض الملعب، لكن اليو ديانج بيبقى عنده القدره انه يعمل الزياده العدديه ويكون واحد واخد موقف الليبرو قدام خط باكات الاهلي، لكن في نفس الوقت الكره لو اتردت بسرعه لاي حد جاي من ورا هو بسرعه عنده النفس عنده السرعه عنده الطاقه اللي تخليه يروح يضغط على حامل الكوره، وبالتالي بيصعب جدا الفوز بالكره الثانيه على اي خصم بيقابل الاهلي. ده اليو ديانج اللي بالتاكيد الهدف اللي سجله هو تتويج للعطاء الكبير جدا، وحاجه بتبروز الشغل الكبير اللي بيعمله واللي خلاه رجل المباراه في الماتش بقى اللي هنتكلم عنه، هو ماتش الاهلي وبيراميدز. ماتش الاهلي وبيراميدز بالتاكيد لمده 77 دقيقه جمهور الاهلي كان بيسال نفسه هو ده الفريق اللي هيكسب سان داونز. طبعا الفرقه ما كانتش في حاله جيده، الفرقه كانت مهزوزة لدرجة كبيرة، بطيئة جدا في كل حاجة، وبالتالي انت بتبتدي تسأل نفسك هو ايه المشكلة. في مشاكل كتير جدا لكن ابرزها بالتأكيد مروان محسن. تعالوا نتكلم عن بيراميدز في الاول، عمل ماتش صعب ازاي على فريق الاهلي. بيراميدز كان بيدافع باستماتة، بيدافع لدرجة انه تقريبا ما كانش بيفكر في الهجوم. بيراميدز هو بيلعب بيه 2 ارتكاز واقفين جنب بعض، كان كمان مدي تكليفات للجناحين ان هم يقفلوا المنطقه دي اللي هي اسمها البوكت اللي هي قلب الملعب، وبالتالي انت كنت تقدر تشوف ان بمنتهى البساطه الاهلي وهو بيهاجم كان لما الكوره بترتد وبتوصل لجون انتوي ما كانش في اي مشكله عند محمود متولي ان هو يروح وراه لوسط الملعب ياخد الكوره، ما كانش خايف محمود متولي من المساحه اللي هتظهر هنا لان ببساطه ما فيش اصلا حد يستغل المساحه دي، وبالتالي الاهلي كان قدام مباراه ما فيهاش اي ريسك عليه من الناحيه الدفاعيه، لكن كان في ريسك انه يخسر المباراة بسبب التكتل الدفاعي والنظام الجيد واللعيبة الكويسة جدا في تطبيق الواجبات الدفاعية من فريق بيراميدز. اتصرف ازاي الاهلي في الشوط الاول؟ حلول الاهلي في الحقيقة ما كانتش كتير قوي. اللي حصل فيه واحدة من الكرات ان ايمن اشرف كان بيسيب مكانه كقلب دفاع يحاول يزيد، فزيادة ايمن اشرف بالمنظر ده كانت مدية الاهلي فرصة كبيرة انه ياخد عين الجناح الايمن لفريق بيراميدز، فيقدر يطير علي معلول ناحيه اليمين، يقدر يدي فرصه لجونيور اجاي يدخل قلب الملعب، يقدر يدي فرصه لمروان محسن ان هو يزيد وبالتالي ياخد انظار اللاعبين في فريق بيراميدز، وبالتالي يبتدي يلعب علي معلول او فريق بيراميدز يبتدي يميل على الناحيه دي فيحاول يقفل على الاهلي المساحات، فتروح الكوره عكسيه لحسين الشحات. الكره العكسيه بتاعت حسين الشحات دي اتطبقت في اكتر من ماتش، الاهلي سجل منها في الهلال في مباراه الذهاب، الاهلي سجل منها في مباراه الاياب، والنهارده كان ممكن يسجل منها لولا نقطه مروان محسن القاتله. ايه نقطه مروان محسن القاتله؟ ان مروان محسن بطيء. مروان محسن عنده ميزه كبيره جدا او بيدي الاهلي اضافه لما الاهلي بيبقى زي مباراه الهلال السوداني كده في السودان، الاهلي مش عايز الكره في نص ملعبه فبيلعب كرات طوليه عند الخصم، وبيعتمد على ان مروان محسن هيقدر يقف على الكوره لفتره تستدعي بقيه اللعيبه في الاهلي ويبتدي الهجمه او تبتدي الهجمه تدور، لكن قدام تكتل دفاعي كبير من فريق بيراميدز مفيش مساحات، وبالتالي لازم اللاعب اللي يكون موجود يكون هو اللي قادر على اعطاء الاهلي الحل. ما كانش في لاعب في الاهلي تقدر تقول ان هو قادر يديك الحل، مفيش حد قادر يراوغ 2 فيعمل فوضى في منطقه الجزاء، مفيش حد قادر يعمل حاجه اضافيه. طبعا الاهلي مفتقد لرمضان صبحي، لكن جاء الوقت بقى لاليو بادجي وجاء الوقت الكهرباء ان هم يكونوا موجودين في التشكيل الاساسي للاهلي، وده بان في الشوط الثاني. خلينا نقول على سبيل المثال في واحده من الكرات الاهلي كان مطير الظهيرين،
كان الارتكازات بتاعه مكملة على منطقة جزاء بيراميدز، وكان بالتالي كل لاعب من فريق الأهلي واخد عين واحد من فريق بيراميدز، فكرة طولية اتلعبت تشق الصف كله، وتقدر تستغل ان كل واحد مركز مع المان بتاعه لمروان محسن. لو مروان محسن لعيب عنده حلول كان يقدر بمنتهى البساطة يعمل الترن البسيط جدا اللي يخليه يروح على الجول لو هو لعيب عنده سرعة او عنده حرفنة، لكن مروان الكرة دي كان الكرة هايلة، كان باص عميق ضارب ان كل واحد واخد واحد، فالباص العميق ده رايح لمروان على الجول، في النهاية اتوقف الباص ده لان مروان مش قادر يساعد الفرقة. طيب في الشوط التاني الاهلي عمل ايه؟ خلينا نتكلم. النقطة الاولانية كان التضحية بجونيور اجاي الجناح ودخوله كمهاجم تاني، وبعد كده طبعا اليو بادجي هو كمان في ارض الملعب، ودخول وليد سليمان، ودي كانت نقطة مهمة جدا. النقطة بتاعت وليد سليمان ان مجدي قفشة ربما هو صانع لعب بيعرف يمشي الكرة كويس جدا، بيعرف يزيد كمان داخل منطقة الجزاء كويس جدا، ويحاول يتسرسب ويهرب ويستلم الكرة بلا رقابة، لكن ما تقدرش تعتبره مهاجم مقاتل اضافي داخل منطقة الجزاء. لما بيتعمل عليه رقابة فردية في بعض الاحيان بيعاني، في بعض الاحيان ممكن يعمل الترن، ممكن يعرف يراوغ، ممكن يعدي من خصمه، لكن في اغلب الاوقات هتلاقيه دايما بيتسبق للكوره، دايما تحت الرقابه الفرديه هو اللاعب الخسران. وبيراميدز لما نزل 3 مدافعين كان صعب جدا على واحد زي مجدي قفشه ان هو يلعب مع قلب دفاع بيراقبه زي كانه مهاجم، انما وليد سليمان هي دي سر عظمته في الحقيقه في الاهلي. دي الطريقه اللي اتعامل بيها ريني فايلر مع المباراه، واللي نجح الاهلي في انه يكسبها بفضل التغييرات اللي حصلت، واتعلم منها بالتاكيد النقطه الاولانيه ان اليو بادجي جه الوقت ان هو يكون لاعب اساسي، ان كهربا ضروري يبتدي يشارك عدد دقايق اكتر من كده علشان يقدم الحل ويسرع ايقاع الفريق قدام الخصوم اللي متكتله دفاعيا زي مباراه بيراميدز. والنقطه الثالثه بقى اللي اتعلمها الاهلي بالتاكيد ان ما ينفعش ابدا يحصل زي ما حصل مع بيراميدز في الكرات الثابته. بيراميدز كان علي جبر النهارده محدش عارف مين اللي هيمسكه بالظبط في دفاع الاهلي، برغم انه اطول لاعب في فريق بيراميدز واللاعب اللي واضح ان هو ممكن جدا يكون مؤثر في الضربات الثابته. لازم الاهلي يكون مذاكر النقطه دي كويس قوي، لان في الجول الاول على سبيل المثال عمرو السوليه سايب المان بتاعه، سايب علي جبر لحد ما زاد داخل منطقه الجزاء، وابتدت بقت مشكله كبيره قابلت الاهلي. في اللقطة اللي وراها على طول برضو علي جبر كان مع أليو ديانج اللي طوله أقل من علي جبر، فعلي جبر قدر يسند عليه وقدر يلعب الكرة بالهيد لولا تألق محمد الشناوي اللي بالتأكيد النهاردة يستحق انه يتقاسم مع أليو ديانج جائزة رجل المباراة.